ذكرنا أن القارئ قبل أن يبدأ بالقراءة يستعيذ، يقول أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره من الشيطان خرج عن طاعة الله الرجيم. لماذا سمي بهذا الاسم بالرجيم؟ لأنه يرجم، يرمي بني آدم من وجهين، بالشبهات والشهوات. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه يرجم بني آدم، فتستعيذ بالله لا بغيره، والاستعاذة هنا بغير الله شرك أكبر. يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. أو سمي بالرجيم لأنه طرد من رحمة الله، مرجوم أي مطرود من رحمة الله، وصح الجمع بين القولين.